مغرب ديما مغرب ديما مغرب. انا قلت لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم نلتقي في مباراة النهائي، والحمد لله رب العالمين ما خيب ظني. دعواتكم، مساندتكم، دعمكم، شكرا لكم، هنيئا لنا جميعا. والله القسم سعادة لا توصف. المغاربة كانوا بقلبهم، دعواتهم كلهم معنا، اتصالات، رسائل، دعوات، كل شيء كان كيوصلنا. الله يجازيكم بخير، الله يحفظكم، الله ينصر مالكنا، الله ينصر بلادنا، الله يقوينا، والله يخلينا دائما ان شاء الله. شمال الله ان تكون عربيه. كل كان يدعو معنا. الكل كان يدعو معنا على ان نصل النهائي، ولكن اليوم ندعو لاخواننا القطريين ان يكونوا ان شاء الله فائزين متاهلين غدا ان شاء الله، حتى تكون النهايه عربيه ان شاء الله، قطريه اردنيه بالوان مغربيه. يحيى الوطن، الله الوطن الملك. وعيشوا معايا الاجواء ديال الفرحه، جماهير الاردنيه هنا بالاراضي القطريه. سعيد سعيد جدا، والحمد لله رب العالمين انصفنا، كان بجانبنا دائما، وفقنا ووفق ربان هذا السفينه اخ حسين عموسه على جدته، على كفاءته، على اخلاقه، على اخلاصه وعلى صبره. فالحمد لله رب العالمين، كل من يجد ويجتهد باخلاص يجازيه في الحياه الدنيا وفي الدار الاخره. شكرا لكم مره ثانيه، والله العظيم الا كيعجز اللسان انه يتكلم معكم، ولكن فرحه 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 لا توصف. يعني كنا تحت ضغط كبير، وكانت ممارسه علينا كثير من الضغوطات، ولكن امنا بالعمل، امنا بالاخلاص، امنا بالاجتهاد والمثابره، حتى وصلنا الى كتابه مجد بلد شقيق، بلد نحبه ويحبنا، بلد نتعاطف معه دائما ويستقبلنا بكل الترحاب. شكرا شكرا شكرا. ونفتخر اننا مغاربه، نفتخر اننا مغاربه، واننا ننتمي لبلد يصنع الابطال، بلد يصنع الرجال، بلد يصنع الشرفاء. سامحوني ان لم ارد على الرسائل القادمه من المغرب، لان كثيره وكثيره، وكان تركيزنا على العمل وعلى الوصول الى هذا المبتغى. شكرا للجميع، واتمنى لكم من اعماق قلبي صحه وسلامه وعافيه، وهذا اهداء لكل المغاربه بالمغرب خارج المغرب اينما حلوا وارتحلوا. شكرا لكم، هديتنا لكم، وان شاء الله الرحمن الرحيم سنواصل المسار لنحقق ان شاء الله، ان كان في العمر بقيه، وان كان هناك توفيق من رب العالمين، ان نحمل الكاس الاسيويه وتدخل سجل تاريخنا ومسارنا الرياضي. هشام إدريسي باسم الطاقم التقني المغربي يحييكم، ويتمنى لكم صحة وسلامة وعافية. نلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.